انا عرفت راحت فين. هند ما هي واقفه اهي. شيرين عرفت ايه؟ ده كشف بالمسحوبات اللي عملتها الفيزا بتاعتها في نفس الوقت اللي سافرت فيه. في عندك هتلاقي سحب معمولة لحجز في شركة طيران، بس ما كانش لدبي، كان لأمريكا. وهتلاقي في سحبة تانية تمت في المستشفى في أمريكا، هتلاقي اسمها عندك. طب ليه؟ أنا سألت السؤال ده، عرفت إنها مستشفى خاصة لعمليات الإجهاض. إجهاض؟ طب ليه؟ كده المسائل مترتبة صح؟ مظبوط. الهانم عرفت إنها حامل، عايزة تعمل الفيلم مع رستم، فقررت من نفسها إنها يعني تسافر أمريكا تروح عشان خاطر تعمل الإجهاض وتعمل الفيلم. تقتل ابني، بسيطة يعني. طب أنت اتكلمت معها؟ لا مش هينفع، أنت لازم تتكلم معها على الأقل تعرف الظن ده إذا كان صح ولا غلط. لا أنا ما عندي الظن، أنا متأكد، بس مش هعمل كده. لو رحت واجهتها أي مبررات هتقولها من هنا للسنة الجاية أنا مش هسمع، وممكن ساعتها يعني مش عارف أنا ممكن أعمل إيه. يعني أنا ممكن أنهي العلاقة وممكن أطلقها، ومش بعيد خالص إن أنا بس ممكن. بس خلاص 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 اهدى. طب أنت هتتعامل معاها كده إزاي وأنت شاكك أو عارف إنها عملت حاجة زي دي؟ عادي يعني، تعمل الحاجة اللي بيعملها كل المتجوزين عشان يحافظوا على بيوتهم ما يهدوهاش. تعمل ايه؟ تسكت. على الأقل دلوقتي كنت هسكت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.